السلام عليكم. انا مع انه يتفتح الشاطئ ديال الاكادير، يعني نتمتعوا ونتبحروا كما ديما، يعني كما مولفين قبل. غير اللي خصنا انه يعني نتاخذوا الاحتياطات ديالنا ونلتزموا بالشروط الوقائيه اللي كلنا عارفينها، انه نديروا الكمامه ديالنا ونحترموا مسافه ديال الامان، وكذلك نعقموا يدينا، ويعني ما نتجمعوش كل واحد يبعد على الاخر. واش نقول، يعني كنتمنى من الله انه يرفع عنا هذا الوباء. تبارك الله عليكم. سلام، حنايا غاديين نمشيو، انا فرحانه بزاف بزاف بزاف. نمشيو نلعبوا شويه في الرمله، ناخذوا نلعبوا بلي جو، نمشيو احنا. انا فرحانه بزاف بزاف، انا نمشي نلعب شويه في الرمله انا وخويا ادم، ولكن حنايا غنمشيو نبدل شويه الجو. السلام عليكم. بالنسبه ل يعني يوم الخميس، معناه بلي ان شاء الله غادي يكون يعني واحد الرفع، يعني ما بقاش جزئي وانما يعني كلي على الشواطئ والحمامات والى اخره. انا بالنسبه ليا يعني ضد، نقول صراحه ضد. علاش؟ انه بالنسبه للشواطئ يعني ما يمكنش نتحكموا فيهم، واخا نقولوا راه غادي يكون امن وكذا، وغيكون داك التباعد هو 6 متر، وهذه انا بالنسبه ليا ضد، لانه لا يمكن باش تحكم في الناس ديال الشاطئ. وضد في واحد جانب اخر، وهو انه علاش نطلقوا الناس الشاطئ والحمام وما نطلقوش الناس بالنسبه للجامع، بالنسبه للملاعب وكذلك اللي غادي تتسقنا في البطوله نهار 24 الشهر الجاي. يعني علاش؟ انا بالنسبه لي هذا تناقض صارخ، انا بالنسبه لي ضد. انا فرحانه بزاف حيت استطعنا نتغلبوا على فيروس كورونا، واننا غادي نرجعوا نقضيوا الصيف ديالنا بحال جميع الاعوام، وكنطلب من الناس باش يلتزموا بجميع قوانين سلامه لحفاظنا من فيروس كورونا. السلام عليكم. طلبتي لي الراي الشخصي، انا ماشي مقتنعه 100% باش يكون مسموح الناس الاصطياف في البحر في لاكورنيش ديال اكادير يوم الخميس، لان باقي الفيروس باقي طالع، باقي احنا ما مستعدين 100% باش نحترموا دوك اللوازم ديال البعد وديال سميتو. والانسان في العطله وكان في الكونفينمون واحد 4 شهور ولا 3 شهور وعادي يخرج للبحر، راه سيكولوجيكمون ناقصو، وغادي ما غاديش يحضر، ما غاديش يكون الاحترام. الا كان ممكن الناس يصبروا حتى شهر 8 ويبداو الاصطياف، راه يكون محمود عليه. اللي غنقول للناس ما يمشيوش للبحر دابا مع شهر 7، لان ما غيكونش الاحترام ديال المسافه ما بيناتهم والكمامات. صعيب باش الواحد يدير الكمامه في وسط البحر، صعيب وصعيب بزاف. الكبار عاد جيل الشباب، عاد الصغار، عاد الناس يكونوا في البحر موالفين للصياف والشمس، صعيب بزاف. النصيحه اللي غنقول لهم، اللي هبط للبحر احترم، لان هذا الفيروس غنعيشوا معاه، مازال في حالته، مازال طالع، مازال غادي، وغنعيشوا مع هذا العام كله. خصنا نقتنعوا، خصنا نتواكبوا باش نحاربوا صحتنا وصحه الجميع.